يمكن ميسان كثير منا بيشعر من حالة من الخمول والنعاس، يمكن بشهر رمضان المبارك بسبب يمكن بعض الأخطاء اليومية المعيشية اللي عم نعيشها، التأخر نوعا ما يمكن بالسهر بأيدي لهي الخمول بالإضافة للأسباب النفسية والصحية. نحكي عن هي الحالة أكثر معنا الأخصائية النفسية الأستاذة هناء نيازي. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الفل، رمضان كريم عليكم وعلى المشاهدين وعلى كل العالم يا رب. يسعد صباحك يا رب. صباح رمضان كريم. سيدة هناء، يعني دائما أنت بنقول عن شخص أنه هو يشعر بالخمول لما بيكون في عنا انخفاض بالطاقة، لما بيكون في عنا مهام وما لنا قدرانين نقوم فيها، لما في شيء من جوا بحسسنا انه ما في قدرة على انه ننفذ مهامنا، لما بنفقد الاستمتاع باشياء كنا نحن ننبسط فيها وهلا بطلنا قادرين انه نلاقي هيدا الاستمتاع. هلا في بين الخمول وبين الشغف، اني انا افقد الشغف اللي انا كان بالنسبة لي بحس فيه بدوري بحياتي، بحس فيه انه حقيقة الذات تبعنا، الفردية تبعنا، لانه لكل شخص في له شغف محدد، هو اللي بيعطي الحيوية، هو اللي بيعطي الطاقة، هو اللي بيعطي القدرة على الانتاج، هو اللي بيعطي الحياة بصراحة. طيب امتى فينا نقول عن هي الحالة مثلا حالة اسباب مرضية او نفسية، حالة الكسل الخمول؟ قلتي في فرق بين الكسل والخمول وفي فرق بين الشغف. يمكن لما نقول حالة مرضية أو حالة نفسية، مشاكل صحية نفسية، هي فقدان الشغف بهي الحالة. تماما. ما له علاقة بأسباب الخمول أو النعس، لأنه يمكن نحن بسبب حياتنا اليومية دائما هي عادة عند الكل بنحمل حالنا زيادة، فلهيك في عنا الإرهاق بيكون نوعا ما مضاعف. هلا احيانا لما بتكون اسبابها فيزيولوجيه، يعني هي بجوز نقص فيتامينات، في فيتامينات محدده اذا كانت ناقصه بجسمنا فبنحس بحاله من الكسل. لما بنكون خلينا نقول خمول، لما بيكون في عنا اضطراب بالهرمونات كمان، هذا ممكن بالبدايه انه نحن نتابعه بحيث ما يكون له فترات طويله، يعني نحن يكون مثلا نهار او نهارين مثل ما تفضلتي. دخول رمضان في تغيير بطقوس كثير بحياتنا، طقوس النوم، طقوس الاكل، النظام الغذائي كله بيتخربط، نمط أكلنا بيكون كمان مختلف نوعا ما، فهذا الموضوع بيعمل هيدا عدم التوازن خلينا نقول، أو عدم أنه نحن براحتنا. طيب بعد هيدي الفترة، بعد 10 أيام من رمضان، ومفروض أردي أنه نكون نحن بلشنا تأقلمنا نوعا ما وبلشنا ننسجم مع هذا الموضوع، لما بيكون في إله شيء نفسي فهي الموضوع أعمق بكتير، يعني هو سؤال لذاتنا انه نحن شو السبب انه في اشياء مطلوبه منا ونحن منحبها وما نقدرانين نساويها. بيكون للاغلب في شيء عميق داخلنا بتمنى انه نكون نحن كمشاهدين انه كل حدا يسال حاله السؤال، شو السبب اللي بيمنعني انه انا تابع شغفي؟ شو السبب اللي بيمنعني اني انا اقوم بمهام مطلوبه مني وانا قادر اني اقوم فيها؟ كل حدا بيعرف كفاءاته وبيعرف القدرات اللي رب العالمين عطياها، بس هو ليه ما عم يقدر يقوم فيها؟ على الاغلب في له عده اسباب نفسيه. احد الاسباب بتكون نظره او التربيه بالفترات الطفوله تحت 18 سنه، قد ايه نحن كنا عم نقوم باشياء لاكتشاف او لحتى نجرب او لحتى نتعلم، وكان في استجابات من اللي حوالينا، ان كان اقران، ان كان راشدين، ان كان خلينا نقول سلطه، كانت نوعا ما محبطه لانجازاتنا، ناقده بشكل لازع. فهون انا يعني ترابط شرطي بين انا الشيء اللي عم قوم فيه جديد وبين رده فعل اللي حوالي، من عدم تقدير، من عدم استحسان، من عدم تشجيع، فانا صرت بس لكبرت بالمجتمع الاحباط الدائم. تماماً. يعني لما تكوني عامله انجاز انه شو هذا الشيء اللي عملتيه، مع انه لازم تلاقي الرد احيانا غير القريب، يعني القريب الغريب نفس الحاله احيانا بالزبط. ما بتتوقعي من القريب تلاقي نفس النتيجه بالزبط. انه شو هالشيء اللي عملتي فينا، كل واحد مبسوط كثير انه شو عامله، انجز شيء كثير مهم وما بيلاقي حدا عطاه رد فعل ايجابي، فانت مبسوطه. صحيح. فبيجي رده فعل اللي حواليك محبطه، فهون ارتبط قدرتك بالانجاز وبالعطاء بالتراجع، فهذا الشيء بيطفي الشغف. هي احد الاسباب. الاسباب الثانيه هي انه انا لما بكون مثلا ببيئه وانا هيدي البيئه ماني مرتاحه لها ومالي حاسه بالامان معها، فكمان بيكون في عندي نوع من الاحجام على اني اقدم اي شيء،
او اعطي تردد. اي شيء، يا سلام عليكي، تردد وانا ما عندي ثقه بالاشخاص اللي حوالي. نظرتي بجوز هذا الموضوع بيتعلق فيني انا، بنظرتي انا، نظرتي فيهم ما كثير ايجابيه. انا ماني معجبه بالمكان اللي انا فيه، ان كان عمل، ان كان مجتمع، ان كان عائله او الى اخره. تماما. يعني هذا الشيء كمان، فهذا كمان بيعمل احباط. فهدول السببين، وفي عندك الاحساس بالذنب كمان من اثناء الطفوله ممكن كثير، في عنا احساس بالذنب بيخلينا كمان مسجونين لقدراتنا، لعطائنا، لامكانياتنا بالذات، اللي كل حدا فينا عنده امكانيات رهيبه ولكن مكبله، كلياتها هيك محجمه ومسجونه باراء الاخرين وجهات نظرهم وتوقعاتهم وقد ايه هن حينقدوا وقد ايه حيشجعوا. فكل هذا بنخلي كل شيء قدراتنا مسكرينا، فهي احد اسباب انطفاء الشغف نفسيا داخلنا. لو عم نحكي عن انطفاء الشغف، يمكن هي مشكلة للكثير من الأشخاص، وخصيصا يمكن الأشخاص يلي بقطاع العمل عم يشتغلوا بيلاقوا بلحظة من اللحظات أنه انطفى شغل الشغف يلي جواتهم وما قادرين يبدعوا بعملهم أو بأي شيء جديد ممكن يقدموه. خلينا شوي نرجع لموضوع الخمول. الخمول كمان هو ممكن يكون ناتج عن حالة نفسية وله منعكسات نفسية وله معاني، يعني ما خلف الخمول. هلا لما بيكون في عندك خمول، هلا دائما نحن في عنا مثلث على كرأس كل زاوية أفكار مشاعر سلوك، دائما في فكرة، هيدي الفكرة بترافقها وبتكون لصيقة فيها شعور، هذا الشعور هو الدينامو، هو اللي بيعطينا الطاقة لنقوم بالسلوك. تمام. فأنا بدي أعرف شو الفكرة اللي جابت شعور محبط، إن كان حزن، إن كان غضب، تخيلي الغضب المكبوت قديشه صعب، طاقة جبارة ولكن هي داخلك مبلوعة مكبوتة. يمكن كمان هذا بسبب حتى أمراض نفسية، أمراض جسدية بتطلع بالجسم، ويمكن لأنه نحن مجتمعات شرقية فبتلاقي الناس ما كتير بتعبر، كمان هي تماماً. بتأثر بطريقة سلبية تماماً. يعني في كتير من الناس مثلا أحيانا إذا عبرتي بيقول لك ما بصير. صح، هي كمان جانب اخر، بس بتلاقي حتى البنت ما كثير بتعبر، الشاب لازم تكون عائل، فهي كمان إلها بترجع لاسباب نفسيه صحيه، اسباب تربويه اساسيه من عدم القدره انه نكون نحن قدرانين اشخاص نتمتع بصحه نفسيه، هو عدم تعبير عن مشاعرنا. هي نقطه كثير جوهريه حضرتك حكيتيها، يعني من اثناء التربيه احيانا ايه بتكوني الطفل بده يعبر بتقول له لا تبكي عيب. لا مو بس لا تبكي إيه. عيب لا تبكي عن جد بتزعل، يعني في كلمه في كلمه بلع، بلع يعني يكون إيه؟ الولد مخنوق وبده يبكي بلع، او انت صبي شب عيب تبكي كمان، هيدا كله من انواع كبت المشاعر. كبت المشاعر بيطلع الانسان بعد 18 سنه فائد لهويته الذاتيه، لانه هو ما له قدران يقرا حاله، فكيف بده يتواصل مع الاخرين؟ طب انا اذا ما لي قدران اتعاطف مع ذاتي او ارحم ذاتي، كيف بدي اتعاطف مع الاخرين او كيف بدي ارحمهم؟ فهذا التناقض اللي للاسف بالتربيه مثل ما تفضلتي ما كثير يعنى، او ما كثير لغه المشاعر منبوي عليها، فهذا كثير بيعمل خربطه كثير عظيمه اصلا، يعني لا بيعرفوا نقاط القوه ولا عندهم استعداد، وهي نقطة كتير مهمة إنهم يكتشفوا أو يتعرفوا على نقاط الضعف اللي بحاجة لتطوير، أو هنا حتى يعترفوا فيها. ما بالنهاية نحن بشر، كل حدا فينا في عنده نقاط يمتاز فيها وفي نقاط بحاجة لأنه يشتغل عليها لحتى يكون مرتاح. لا، في أشخاص أبداً ما عندها استعداد لا تشوف نقاط ضعفها ولا حدا يخبر عنها، فهذا الشيء بشكل لها كسر لصورتها الذاتية، فبتضل منغلقة وبتضل انسحابية. إذا بدنا نسمي مثلاً الكسل والخمول هي كمان انسحاب عن المجتمع، إنه أنا ما بدي فخليني بدائرتي الضيقة أحسن لي. تمام. بحس بالأمان أكثر، فهذا كلياته بيسبب له تراجع بالعطاء وبالتواصل مع الآخرين. احيانا كمان بتحسي يمكن الحاله النفسيه نتيجه الصدمات النفسيه اللي ممكن يتعرض لها الواحد بحياته من الاخرين، بصير عنده هي حاله الخمول وحاله انه انا تعبان وبدي ضلني متسطح وبدي ضلني ما عم قدم شيء للمجتمع لانه ما في تقبل او ما في تقدير يعني من الاخرين. هلا اذا شغلت يومين ثلاثه بعد ما هيك
اكلنا صدمه مرتبه، وممكن بعد منا نحن في اشخاص. النقطه اللي حضرتك حكيتيها كثير مهمه، انه نحن لما بنتلقى لصدمات هي بالنهايه الحياه هيك، يعني هي بين صعود وهبوط. الاشخاص استجابتهم للصدمات النفسيه كثير مختلفه، نفس الموقف ونفس الحدث بنلاقي استجابات بيناتنا نحن ثلاثه مختلفه. بجوز حضرتك تتعافي بسرعه، كمان انت تاخذي يومين ثلاثه وتاقلعي، انا بجوز تطول معي مع انه نفس الحدث. فكل حدا استعداداته ومناعته النفسيه اللي بتلعب دور، والبيئه اللي حواليه كثير، البيئه بتخفف من اثر الصدمه النفسيه. هيدا كمان كثير مهم لحتى نشوف نحن قد ايه اخذنا وقت لتعافينا. لما بتطول كثير يعني مثلا اكثر من شهرين، فهون صرنا بحاجه 15 يوم من الحاله اللي حضرتك عم تقوليها، الخمول وعدم القدره على انه مارس نشاطاتي او هواياتي او مهامي. فهذا الموضوع لا بحاجه لمتابعه ومعالجه، لانه ما ينترك اكثر من هيك. وممكن فينا نقول انه هي فقدان حاله الاندماج وفقدان حاله الشغف فينا نحطها تحت اطار الرهاب الاجتماعي. يعني في كثير من الناس بسبب تكرار هي الصدمات النفسيه بتلاقيها لا انا اريح لك تكون نفسيتي اساسا اريح، يعني نفسيته بتسوء مع الناس لانه ما في تقبل مثل ما قلنا، وبيكون في عده صدمات. واحيانا في ناس نحن بالاساس بالمجتمع مثلا مثل ما قلنا ما كنا نعبر فحساسين بزياده، يعني حاله الحساسيه بتكون زياده لانه اساسا ما قدر يعبر سابقا فبتتفاقم عنده هي الحاله. هلا اذا بدك حديثا عم ينحكى انه كل الاضطرابات النفسيه مو هي بس نوبات الهلع او الرهاب الاجتماعي، كل الاضطرابات النفسية مصدرها تروما. تروما كانت أثناء الطفولة. هيدي التروما ما تعافينا منها صح، وما قدرنا نتجاوزها وما قدرنا. هي التروما شو هي؟ صدمة تعرضنا لها، ولكن ما قدر جهازنا النفسي إنه يتعافى فيها، خصوصي لما بنكون أطفال. ليه؟ لأنه نحن وأطفال هيدي الصدمة بتكون بالنسبة لنا مضاعفة. ليه؟ لأنه النضج العقلي ما وصلنا له، والنضج جهازنا النفسي ما كتير عنده آليات دفاعية. البيئة بجوز ما تفهمت ردات فعل اللي حوالينا، أحيانا شغلات صغيرة بسيطة، مقارنة صغيرة بيني وبين أخي، كلمة حكيتها الأنسة حسستني بالخزي والعار قدام رفقاتي. إذا ما قدرت فظيع فظيع. ليه؟ لأنه نحن وأطفال أكثر شيء مفعل عنا هو الخيال. لما بتجي هيدي التروما خيالنا بيكون قادر يعمل لنا سيناريو وحوار وأفعال وأحداث كتير كبيرة أكبر من الحدث نفسه، فمنعيش فيها ومنبلش نبني سلوكياتنا. يعني هي الفكرة صارت موجودة والمشاعر محبطة مؤلمة انسحابية بتأدي لسلوك بيخليني ردة فعلي مع الآخرين مبني على هيدي الصدمة. وبعد منا المجتمع للأسف، أو خلينا نقول حتى الأسرة كدائرة أولى، بتكرس هذا الموضوع. مثلا طفل صار معه تروما، صار في عنده سلوكيات انسحابية عن الآخرين، خجول بيستحي، ليش مو مثل أختك، ليش مو مثل أخوك، كثفوا هذا الموضوع. ما نجي معه، نجي عليه. يا سلام عليك، ما منساعده، لا منقطره أكثر ومنخلي هيدا الموضوع يتفاقم أكثر. فكله تروما، إن كان الرهاب الاجتماعي ممكن إنه يكون هيك، أو حتى إذا بدك أي شيء نفسي منعاني منه نحن هلا، التأتأة خلينا نقول، كثير من السلوكيات. أنا بس بزعل إنه أحياناً نحن شغلات نفسية ممكن علاجها، ولكن للأسف بتكون مكبلة للشخص. يعني أنت قدامك شخص عم يكبر فيزيولوجياً، بس هو روحياً ونفسياً وحتى إمكانياته أبداً ما عم تطلع بشكلها الحقيقي، لأنه هي مسجونة، فبيعيش بسجن التروما اللي صارت والصدمة أثناء الطفولة، وما بنقدر نحن نتعافى أو حتى ندور على حل لهذا الموضوع. فمنلاقي خسائر بشغلنا، وخسائر بدراستنا، وخسائر بمستوى بيتنا وأسرتنا، وخسائر على مستوى أصدقائنا، ولكن ما عنا هيدا الوعي لحتى ندور على حل لهيدا القصص اللي عم تصير معنا. والحل متاح جدا. هلأ أنا ما حقلك إنه هو حيكون مريح وكتير رواء، هو صعب
ولكن من بعد منه بتنطلقي وبيكون الانسان صعب اذا تاخرنا فيه حتى يعني نحن مصعبه حالنا نوعا ما. هو مؤلم شوي بس من بعد منها بيكون عطى للإنسان طاقته وحياته. في مصطلح كتير أنا بحبه، بيرجع بيعيش جودة الحياة اللي المفروض يعيشها، بيتحرر من كل شيء كان أسره ومكبله. طب شو هي الطرق، طرق أنه الواحد يتخلص من هذا الخمول وهذا الكسل المتعلق بالحالات النفسية السيئة والصدمات المتكررة؟ تمام، حبيت سؤالك كتير حلو مع أنه عميق كتير يعني. بس هلأ أول فكرة إني أعرف أنا شو الشيء اللي مخليني بهذا الخمول، بعد ما يعني أول شيء رقم واحد إني أنهي الأمور الفيزيولوجية، يعني الغذاء يكون صحي نوعا ما، نومنا يكون ضمن الحدود الطبيعية، بعد منها شوف أنا شو الفكرة اللي آسرتني، شو الشيء اللي مخليني أنا ما تابع هيدا الشيء أو عم يحسسني بهذا التقل. مجرد ما أنا أحصل على هذه الفكرة ممكن أن يكون في مناقشة ويفضل مع معالج إذا ما زبطت الأمور. بالوضع الطبيعي خلينا نقول بالأمور البسيطة اللي ما هي بحاجة لمساعدة أو تدخل معالج، حنرجع للفكرة والمشاعر والسلوك. الشيء الجميل أنه مثل ما الإفكت من الأفكار للمشاعر للسلوك هيك، لا كمان السلوك ممكن انه يغير المشاعر، بدليل انه لما بتقومي بنشاط وبتكوني انت ما بدك وموجع عبالك، بعد فتره بتلاقي انه هيدا الرياضه او شيء انت عم تمارسيه، كتابه، قراءه، يسعدني، بلشتي ايوه تتغير المشاعر تبعك. فشوفي جماليه الموضوع انه مثل ما بيأثروا معهم هيك بهيدا التتالي كمان عكسي، فانا فيني حسن من مشاعري عن طريق سلوكيات إيجابية تعطيني طاقة، تعطيني إنرجي حلوة. هيدي المشاعر هي الدينامو لحتى رد من أول وجديد تأشرقي من وترجعي لعطائك وترجعي تشحني حالك. على فكرة المشاعر هي اللي لا بتعطيكي هيدا الخمول أو بتعطيكي الطاقة. لاحظي لما أنت عم تعملي شيء بتحبيه ما بتحسي بالتعب، صحيح، بيكون في عندك جهد عضلي وجهد ذهني والوقت بيمضى بدون ما تحسي فيه وانتي مستمتعة فيه. ولما في شيء انتي ما كتير عندك رغبة فيه وما كتير بيستهويكي فبتحسي الوقت طويل، وحتى بتحسي حالك انهكتي بعد ما خلصتي كجهد، مع انه بجوز ما استهلك هذا الموضوع. فالمشاعر الشعور تبعنا هو اللي بيعطينا الطاقة up او down. فالموضوع بين ايدينا، نحنا ندور على سلوكيات ممتعة، سلوكيات بتعطينا شعور بالاستمتاع. رياضة قديه هي مهمة ولكن للأسف أغلبنا ما كتير من حافظ عليها. تخيلي أنه 4 أيام بالأسبوع 3/4 ساعة رياضة هي تعادل بتساعد على إفراز مادة الدوبامين بالدماغ، فهي بتعادل حبة دواء اكتئاب. وحتى على دراسة طولية يعني بتاخذ وقت طويل شافوا انه اللي تعالج عن طريق الرياضة والاكتيفيتي الممتعة لهم كان شفاؤهم من الاكتئاب صحي اكثر واسرع واثبت من اللي اخذوا ادوية. ليه؟ لانه اللي اخذوا ادوية كانوا بحالة اعتمادية، بينما انت حرضتي مادة الدوبامين داخل جسمك لحتى تفرز بشكل طبيعي. مشكلتهم اللي بياخذوا قرار ياخذوا الادوية نور هن يعني بيكونوا مستسلمين فينا نقول، وبيصيروا بيقول ما اخذت الدواء انا اليوم وضعي سيء، يعني بيصير مرتبط هو بهي الحاله لانه هو نمط حياه. فانا لما بدي اغير نمط حياتي، حتى الرحله العلاجيه هي مو فقط بجلسات وكورس جلسات وانتهى الموضوع، لا هي تستمر، هي نمط حياه نحن بنتدرب عليه. وعلى فكره بتشوفي الاشخاص اللي قادرين يكونوا فاعلين واللي قادرين يكونوا مرتاحين هن بنفس البيئه، هن بنفس الأوضاع، ولكن قدرانين يثبتوا حالهم وقدرانين يكون نمط حياتهم هيك، حريصين أنه يكونوا هن بحالة رواق، حريصين أنه يكون مزاجهم وشعورهم بالناحية الإيجابية أكثر من السلبية. فهن بيكون بدور هيك طاقة نشاط، حتى وجودنا معهم بيكون بيعطينا طاقة حلوة.
يمكن حكينا على الطرق العلاجية للأشخاص فاقدين مثل ما قلنا حالة الشغف، عندهم أسباب للخمول، فينا نقول يمكن هي للبالغين أكثر. إذا بنتعامل مع الأطفال هون الموضوع مختلف، لما أنا أحكي عن صدمات نفسية ممكن مثل ما قلنا خفيفة بس هي لها تأثير كتير كبير على الأطفال، كيف فيني أنا أتعامل مع الطفل؟ لأنه أساساً بيكون صيغة التعامل بين الأهل والطفل هي اللي مسببة هيدا الشيء. أهم شيء أني أنا الطفل السمة الأساسية تبعه أنه هو دايماً حيوي وهو دايماً بيلعب، لما بشوف فيه انطفاء بهيدي الصفة فهذا مؤشر انه الطفل عم يعاني من شيء. في عنا كتير اساليب نحن مفروض الاهل يكون عندهم وعي فيها لحتى الرائب هل هذا الطفل بوضعه الطبيعي او لا في تراجع عنده. في عنا الاكتيفيتي الحلوة اللي انا كتير بحبها هي الرسم. من خلال الرسم ما بالضرورة يكون الطفل رسام، ولكن طريقة رسمه او تلوينه بتعبر عن شغلات كتير. الالوان اللي بيختارها، طريقة مسكه للقلم، الشدة اللي القلم عم يمسكه فيها، كلها بتعبر عن حالات انفعالية إما مرتاح أو لا. حديثنا مع الطفل عن رسماته شو بتعني له، ممكن بالنسبة إلي مرعبة ولكن هو بالنسبة له إنه هو هيك حاببه أو هو هيك شافه، بجوز بالنسبة إلي كتير حلوة وكتير لطيفة بس هي بالنسبة له ما لها مريحة، تمام؟ فأنا دايما أسأله وناقشه عن هيدي الرسمات شو بتعني له أو شو قصده فيها. كيف بدنا نحن نساعده لينقل منها؟ هي التفريغ أول شيء، أعطيه مساحة آمنة، حاول إدمجه مع أقرانه لأنه هذا كمان كتير أساسي وكتير ضروري، خصوصي للأسف هلأ بين الكورونا وتعطيل المدارس فنوعا ما صارت الأطفال الأنشطة طبعاً ما عادت كتير قوية خصوصي الحركية. تكون حريصة على أنشطة حركية والرياضة تكون بالنسبة له إن شاء الله ركض، إن شاء الله مشي، إنه يطلع التعرض لهيك للشمس بدرجات الحرارة المقبولة، كل هيدي الأنشطة بترجع للطفل تشحنه من أول وجديد. إذا لقيت إنه الأمور ما لا ماشية بالسليم بعد هيدي الإجراءات يفضل إني تابع أحد الاختصاصيين، بس الكارثة مثل ما تفضلتي لما بتكون أحياناً المشكلة من تواصل الأهل، من طريقة تعاطيهم مع الطفل، طريقة حوارهم معهم. إذا الطفل نقطة كتير مهمة ما له ملاقي مساحة آمنة داخل بيته فهون مؤشر كتير كبير بمشكلة. المشكلة هي المساحة الآمنة، هي الأهل اللي لازم يعطوها، يعطوه هذا، هي المساحة اللي هي آمنة وخاصة أيضاً للطفل جداً يعني. وكتير مهمة لأنه مو سليم، جداً مهمة وللأسف نفتقدها في بعض البيوت خلينا نقول. الكثير من الدراسات يمكن عم تحط لوم على الأهل دائماً بأنه أي شخص كبير عنده مشكلة نفسية فهي منشأة يعود للطفولة ويعود يعود ل يمكن لكثير تفاصيل ما قدرنا نعيشها مع اولادنا بلحظه من اللحظات. قديش هي الحاله مهمه فعلا لنحافظ على الصحه النفسيه لحالنا بس نكبر، يعني اولادنا امانه بدنا نعرف انه هن بس يكبروا حالتهم النفسيه هلا وهن صغار هي نفسها منعكس لحالتهم بس يكبروا. هيدا مؤشر اذا وعيوا الاهل. في كثير احيانا من الاهل بحب العباره اللي بيقولوا لي اياها، يعني انه انا جايه لزبط حالي كرمال اولادي، يعني انه انا مرقت وقطعت الامور وتجاوزت كثير امور وانا حاسس حالي ما كثير سوي خلينا نقول او ما كثير اقرب الى الصحه النفسيه. يعني كلياتنا بفتره من الفترات بحاجه الى نكون من بعد شوي على الصحه النفسيه وبرد بنرجع. فكتير بحب انه انا حابب ظبط حالي كرمال اولادي، فحس انه انا ما فيني ازرع بولادي شيء صح اذا هذا الشيء ما كنت شايفه بحالي. التربيه كتير يساء فهمها انه هي رعايه، تقديم طعام وغذاء وكساء وتدريس، فبتكون هيدي المعايير لكون انا حدا مربي ناجح. للاسف التربيه مو هيك ابدا. التربيه هي بالرقم واحد هي صحه نفسيه، بناء شخصيه، الشخصيه تكون مستقله، ويا ما ببيوت طفت هيدي الشخصيه المستقله، ويا ما بيوت كانت بالنسبه لهم هيدي الشخصيه المستقله بتشكل رعب او عدم ارتياح. صح، خصوصا بعمر المراهقة. طيب، يتعبوا يمكن من الأهل لهي الشخصية المستقلة. تماما، مع إنه هي شخصية كتير صح تمام وكتير ممتعة وكتير لذيذة، هي حدا ناضج قبل وقته، فأنا بدل ما ساعده لا بيشكل لي رعب إنه أنت ابني هلأ بدك تحكي هيك، إيه هلأ بده يحكي، هو سابق وقته
هي المشكله مو فقط بس بالرعايه، طريقه التربيه، لانه انا ما بدي اطلع نسخه صوره يعني الطبخ الاصل تماما، هي ما بدي ربي طفلي مثل ما انا ربيت ببيئه معينه. بيقول لك انه مثلا انا كنت عمري 20 سنه حط عيوني بالارض لما ابي حاكيني وما رد جواب، هلا بتلاقي ولد عمره 10 سنين بيرد جواب هلا قده. بس هي منطلق لانه الاولاد صاروا افهم اوعى، انا عم ببني شخصيه سليمه فيني اتحكم فيها. والمشكله انه نحن بالظروف الصحيه بسبب جائحه كورونا، اخر دراسات عم تقول لك نسبه العنف زادت بين بالبيوت يعني تجاه الاطفال من قبل الاوقات الطويله اللي عم يقضوها مع بعض. فهون كمان هي مشكله صحيه صرنا عم نحكي عنها كبيره مرتبطه بين الاهل والاطفال. هلا انا ما بشوفها بسبب المنكوس الطويل داخل المنزل، بحاجه نحن بحاجه هي كانت اكثر فينا نقول ظهرت يعني بجوز لافتئادنا لاليات تفريغ صحيحه، بجوز لافتئادنا للتعبير عن مشاعرنا بطريقه واضحه. ما بنعرف نقعد مع بعض، يا سلام عليكي، ما بنعرف نعطي وقت لبعض بالضبط. والا نحن احوج الناس لحتى نقعد مع بعضنا شوي، لنسمع بعضنا، لنتعرف. قد ايه كثير مهم انه الاهل يقضوا وقت ممتع مع اولادهم، يحضروا مسلسل، هيدي المسافه، هيدا الشيء على بساطته ما بتتخيلي قد ايش بيقرب. مش بالضروره 6 ساعات، هي يمكن ساعه بتقضيها مع ابنك تعطيه في طاقه والحب نص كفيلة. ساعه، نص ساعه فعاله تغنيكي عن وقت كثير، وبعد منها الطفل حيلتهي ويبعد عنك ويعطيكي مساحتك الشخصيه. اما لما انت بتكوني مشغوله عنه وقت كثير يعني فهو حيضل زنان لحتى يحسسك بوجوده، لحتى يحسسك انه انا موجود انت مالك شايفتيني. فهو الحاجه للاهتمام هي من احد اساليب التربيه اللي كثير مهمه، أركان اللي كتير جوهرية لحتى ينضج الطفل ويحس بهيدي الرعاية. تخيلي أنت ضيفة عند حدا وما عطيكي اهتمامه، فشعور كتير بشع. صحيح. فهذا الطفل بيضل بداية وبيزن لحتى يحصل على هيدا الاهتمام. طب عطيه جرعة الاهتمام الفعالة وانت بكل حواسك معه، من بعد منه حيتركك كفي شغلك كفي مطالعتك. كتير بحب لما علم الأهل آليات ضبط الانفعال وبعد منها يجوا يشاركوها لأولادهم، لأنه الطفل على تروم عند الأطفال كتير بحاجة لهذه الآليات، وعلى فكرة ما بيتعلمها إلا بسلوكيات الأهل طبعاً لأنه مرآة لأهل. يا سلام عليك. خصوصي مثلا أنا انضغطت من شغلي، انضغطت من شيء، فأنا بحكي مع أولادي أنه أنا كيف قدرت فرغ هذا الموضوع أو كيف قدرت عدل مشاعري، شو السلوكيات اللي قمت فيها. بالعكس بتفرغ بأولادها، بتفرغ بالعائلة كلها بكل وضوح، عرفتي شلون؟ تمام. ومن بعد منها بس يناموا كم قبلة جميلة وندمانين ونايمين. بس هن ونايمين للأسف ما بيتعدل شيء. شكرا كثير لك وللمعلومات اللي قدمت لنا اياها، وإن شاء الله هيك يا رب فعلا بتكون هي الصحة النفسية صحة دائمة مع كل الأشخاص، لأنه هي نفسها الصحة الجسدية ومكملة لها. أكيد. شكرا. شكرا لكم. الصحة النفسية لنا بتربى بين الأهل مع أولادهم هي بالحب والاهتمام، ونعطيهم قدر الإمكان من وقتنا لأنه هن أمانة بأعناقنا، لهيك لازم نحافظ عليها. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أما هلأ نور رح نروح بدقائق.